دلوقتي اول قرص فلافول عملته واللي احنا بنسميها طعميه اتسرق من مدفنك ومعاه الوصفه اللي في البرديه. احنا عايزينك بقى تتشطر زي الفراعنه كده وتهبد اللي سرقوا الحاجات دي لعنه تجيبهم في ايدينا، ها؟ عشان ده تاريخ البلد وما ينفعش يتسرق. اخس، انا كنت عارف ان ده هيحصل. ولما انت عارف ان ده هيحصل ما حمدتش حاجتك ليه يا ظريف؟ حاجتي ما اتسرقتش مني يا حبيبي، حاجتي اتسرقت من اللي انتوا بتقولوا عليهم احفادي. عموما انا عارف اللي سرق ومفيش غيرهم. مفيش غيرهم؟ اللي هم مين بقى؟ اللي بقالهم سنين بيدعوا ويكذبوا ويقولوا انهم اللي اخترعوا الطعمية. جيرانكم اللي حيروحوا يسجلوا الطعمية باسمهم في منظمة الاختراعات، والقرص ده حيسهل لهم مهمتهم دلوقتي. جيراننا؟ أنكل شوقي وطنط لبنى؟ جيراننا اللي هم مين؟ جيرانكم اللي عمالين يقولوا للعالم ان هم اللي بنوا الاهرامات مش الفراعنة، وانهم هم اللي اخترعوا الطعمية. جيرانكم اللي بيسرقوا التاريخ زي ما بيسرقوا الارض. يا نهار اسود، ودول نوصلهم ازاي؟ يا دوب تلحقهم قبل ما يخرجوا من طيبة بالقرص والبردية. هم الان هناك يقفون يضحكون في زهرة اللوتس العملاقة. زهرة اللوتس العملاقة؟ اللي هي ايه؟ اللي هي قال مالسدون مستر هاسري. لقد نافذ رصيدكم، الدقيقة خلصت. طب ادهولنا على السكايب. هاتوا تاني والنبي. ما ينفعش احضر روح حد مرتين غير بعد 20 سنة، وبعدين لو سمحتوا تفضلوا زمان مدام ريهام على وصول.